صباح الخير، عسلامة، مرحبا بكم. اليوم بالمركب الرياضي والترفيهي بسيدي بوزيد. أنا نادية غابري، رئيسة وحدة بديوان الخدمات المدرسية. اليوم نحن في المركب الرياضي والترفيهي بسيدي بوزيد وفي إطار تنشيط الحياة المدرسية. اليوم ديوان الخدمات المدرسية يقوم بافتتاح لمتحف لنواة متحفية لوزارة التربية. النواة هذه تعنى بتثمين الموروث الثقافي التربوي لوزارة التربية. اليوم احنا هنا في عنا كما شفتوا عرض للموروث الثقافي التربوي من منشورات، من كتب مدرسية ثمينة، من أدوات ليزانسترومون، من معناها حاجيات كانوا يستعملوها قبل في المدارس الابتدائية، كسوسوا الطول، الكراسي، الأدوات، القيس، أدوات الكتابة اللي هو المحبرة والبلومة والكل. اليوم احنا معناها رجعنا سنين التالي في كي يشوفوا الموروث الثقافي هذايا في سيدي بوزيد اللي هو خاص بجهه سيدي بوزيد. اليوم نلقوا مدرسه مصادريه سوق جديد عندها موروث ثقافي ما شاء الله من عهد 51، نلقوا مدرسه اولاد منصر، نلقوا المدرسه الابتدائيه اولاد دلاله المزونه، نلقوا اولاد حفوز، نلقوا كيف سيدي علي بن عون، حصلوا اليوم نلقوا مدارس ولايات الجمهور معناها سيدي بوزيد المدينه كيما مدرسه الجمهوريه، معناها نلقوا عن الماكينات هذوك نتاع الخياطه ولهذايا اللي يحيلنا انها كانت المدرسه معناها وزاره التربيه قبل كانت تعتني بالمهارات الحياتيه اللي هي الخياطه والتريزه والكل حبه ذا كان نعاود ونرجعهم لانها هذيك نوع من انواع تنشيط التلميذ فكريا. واحنا هنا ماناش في حاجه الا نحن كي نرجعوا بالموروث الاقتصادي الموروث الثقافي والموروث هذا يكون حافز لينا ان نحن ناخذوا القديم ونثمنوه وبوركوا با نبنوا عليه وناسوا ثقافه جديده، ثقافه الماضي والحاضر والمراوحه بيناتهم والاحتفاظ بالموروث الثقافي.